كنت أنا مثلا محجورة، ممنوع تطلعي، ممنوع تفوتي، بس بشغل البيت وأطفال فقط، ممنوع تحكي، ممنوع تتصرفي، ممنوع حتى الحكي كان ممنوع. أول ما طلعت الدفاع المدني ما حدا تقبل الفكرة، وأنه مرأة بالدفاع المدني وتروح وبتجي، وأنه ما عندها زوج ولا حسب شغلي بالدفاع المدني، يعني حتى المرضى بيعرفوا أنك أنت اسمك فاطمة مطلقة، هيك نظرة المجتمع للمطلقة كتير ما كويسة. وقت أول مرة بتنضرب ضيعتنا طيران، فصار قصف على الجامع وركضنا لنشوف إيش القصف، فصارت الضربة الثانية بنصنا وإحنا واقفين، فأنا فتحت عيوني، يعني ضليت واقفة، فتحت عيوني إخواتي كلهم بالأرض، قلت لهم اركضوا لا تجينا قذيفة ثانية، فأجيت ركضت طلعت وراي ما حدا قام، فكانوا إخواتي الأربعة وصرت صيح، يعني صرت صيح للناس وطلع عليهم كلها هربت ما حدا اجى. لما سمعت بعدين بالدفاع المدني انا حبيت اتطوع فيه. الثورة كتير غيرت بحياتي، يعني كنت امرأة ما بحسن اطلع وفوت، بس هو شغلي بالدفاع المدني السوري وعملي هو اللي ساعدني. أنا ما كنت، إذا بتضربني كف أنا ما بحس إلك، مع إني تعنفت بزواجي، تعنفت كتير ما شوي، فكتير، وهلأ بعرف شغلي ما بدي إياها بحسن أقول لك لا. هلأ لو وصلت لمرحلة لا ما حدا يستخف بشغلي، حتى أهلي صاروا فخورين فيني، أولادي، حتى الجيران، يعني لما أنا بروح زيارة لعند أهلي الكل بيجي، إنه وتغيرت النظرة.